تحت ضغط الشارع والمظاهرات العارمة التي عمت العاصمة المقدونية سكوبيا ليلة أمس، أعلن المتحدث باسم البرلمان إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في الخامس من حزيران المقبل، وذلك بعد حل مجلس النواب كجزء من التسوية بين الاتحاد الأوروبي ومقدونيا. واحتج المقدونيون على إصدار الرئيس جورجي إيانوف عفوا عن الساسة المتورطين في فساد واسع، إضافة إلى فضيحة التنصت على مكالمات هاتفية لنحو 20,000 شخص بينهم رجال شرطة وقضاء وصحفيون ودبلوماسيون أجانب كشفتها المعارضة. حزب المنظمة الثورية المقدونية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نيكولا غروفسكي اعتبر قرار العفو عن الفاسدين بالمخيب للأمال.